فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فأبو بكر رضي الله عنه أنكر على هذه المرأة، فلما سألته ما بقى هذا الأمر، يعني هذا الدين متى يستمر، قال ما استقامت أئمتكم. فمعناه أن بقى هذا الدين مرهون بمحافظة أئمة الإسلام عليه من ولاة الأمور والعلماء، المحافظة عليه والدفاع عنه ونشر هذا الدين وبيانه للناس وإلزام المسلمين به، فإنه يبقى هذا الدين. أما إذا أهمل ونسي فإنه يزول عن بعض البلاد التي لم تتمسك به ولم يقم ولاة أمورها بنصرته. وولاة الأمور إذا أصلحهم الله أصلح بهم الجميع، أما إذا فسدوا ولاة الأمور فإن ضررهم يتعدى وفسادهم يتعدى إلى غيرهم، فهم عليهم مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. أما أفراد الناس فليس لهم سلطة، ولو كان عندهم غيرة وعندهم، لكن ليس لهم سلطة، فالدين لا بد له من سلطة. وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فلا بد من حديد وكتاب. الكتاب يبين الحق والحديد يلزم بالحق، يلزم بالحق، وذلك بالجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف نهي عن المنكر. أما بقاء القرآن وبقاء السنة ولا يعمل بها ولا تنفذ فلا يغني ذلك شيئا. فأهل الكتاب هلكوا وعندهم التوراة والإنجيل، ولم ينفعهم ذلك شيئا لما لم يعملوا بهما في وقتهم، لما لم يعملوا بهما في وقتها قبل أن تنسخ. وكذلك القرآن إذا بقي في الرفوف ولم يعمل به فإنه بذلك لا ينتشر ولا يقام الإسلام على القرآن. فليس المراد بقاء الكتب، المراد بقاء العمل والتنفيذ. وهذا إنما يملكه ولاة الأمور والذين أعطاهم الله السلطة، مسؤوليتهم أعظم من مسؤولية غيرهم، ولكن على البقية أن يتعاونوا معهم وأن ينبهوهم وأن يدلوهم على الخير حتى يكونوا يداً واحدة.